السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة فيديو تسليم الحمام اللحم. بعد بيع الحمام اللحم الحمد لله تم البيع، تم الاتفاق، تواصل معايا صاحب النصيب، مش هنقول أسامي يعني، على الواتس، فاتفقنا وبعد طبعا تحويل المبلغ. فالنهاردة هوريك إزاي بنسلم الحمام للمشتري. طبعا هنصور له الحمام دلوقتي في السلكات كل جزء لوحده، هنقول له على كل حاجة، ده اشتغل قد ايه وده اول شغله وده ايه بالظبط، كل حاجة بالظبط عنه. لكن هو طبعا هو العدد مش كبير، هو العدد قليل، فهو اختارني انا بالاخص علشان يشتري مني. هو بصراحة بيستناني من زمان برضه بعد تحويل مبلغ على فودافون كاش. فهقول لك ازاي سلمنا الحمام وازاي هسلم له الحمام بالظبط من داخل السلكة. دلوقتي هنشوف كل جزء، بس طبعا هنشوف الكرتونة من طريقة تفتيح الكرتونة. اهم حاجة يا جماعة في الموضوع تفتيح الكرتونة بالشكل ده، او ممكن تزود كمان عن كده، لكن طبعا علشان هم رايحين مشوار بعيد فانا اكتفيت بالفتحة دي طبعا من الاربع جوانب. ده جانب، هتشوف كل الاربع جوانب متفتحين بنفس الطريقة بالشكل ده، الاربع جناب. قبل ما نشوف الحمام واقول لك هنعمل ازاي بالظبط، عايزك تعمل لايك للفيديو، وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك. ده القص الاول، بسم الله ما شاء الله، لسه اول شغله. الحصى بتاعه محصي تحت منه حصويتين مخصبين، وبسم الله ما شاء الله بقالهم يمكن اسبوع 8 ايام حاجة زي كده. طيب انت حضرتك المشتري اللي معانا يعني يا جماعة هيربي في سلكات، طيب انا هسلمه ازاي علشان يعرف يطلع الحمام ياخده مني يحطه في السلكات على طول هناك في نفس المكان، ما يدخش ما يقعدش يدور ايه الدكر ده بتاع ايه والنتاية بتاعته فين، ما نشغلوش بالحكاية دي عشان نريحه من الموضوع ده. انا هلبس له الحمام الدبل اللي هي الكلبسات دي، كل قص يعني مثلا القص اللي هو قلنا عليه رقم واحد ده هلبسه الدبلة 57 و58. هنبدأ من 57 يا جماعة، يعني 57 و58 وهكذا، 59 يبقى 60، يبقى كل قص بالترتيب ورا بعضه كده، فردي وزوجي، فردي وزوجي وهكذا. يبقى كده عشان نريحه هنرتبهم له بالشكل ده. يبقى زي ما قلنا القص ده رقم واحد، نرجع له تاني، هيبقى ترتيبه 57 و58. معانا تاني القص ده، احنا قلنا عليه كان في رجليه زفارة قبل كده، مش هنعطيه لحد. القص ده اللي قلنا عليه في رجليه زفارة زي ما شفت حضرتك اهوت، هي زفارة خفيفة يعني. على فكرة بره محدش بيتكلم في زفارة ولا في الكلام ده، اهم حاجة عندهم حجم الحمام زي ما شفنا قبل كده في الكويت يعني. ده القص التاني، بسم الله ما شاء الله، ده مجرب يا جماعة، تحته برضو حصويتين اه جماعة مخصبين برضو تقريبا بيض في نفس الوقت. طبعا احنا هناخد البيض ده كله ننقله ونحضنه تحت حمام تاني، انا عندي حمام زاجل طبعا للتحضين للظروف اللي زي كده، فهنقلهم بإذن الله مفيش مشكلة يعني. ده اشتغل 3 أو 4 عشوش، ده عشان نقول لك برضو كل حاجة، ده مش أول شغله، بس هيكون طبعا رقم الدبل كده زي ما قلنا. يبقى قلنا الاولاني 57 58، يبقى ده 59 و60 الدبل بتاعته عشان تعرف تطلعهم تمام. بسم الله ما شاء الله مجرب وبيطلع زغليل اكبر منه يا جماعه يعني. طبعا حد هيقول لك ما فيش حد بيبيع الحمام اللي في السلكات كده بالشكل ده، طب انت هتبيع اللي في السلكات وتعمل ايه؟ انا هقول لك انا هعمل ايه. اهو انا عندي حمام اهوت، بسم الله ما شاء الله، اول شغله زي ما حضراتكم شايفين. انا هسكن مكانه اهو، الدكر اللي بيطارد ده مثلا واخد النتاية دي، هسكن مكانه بالظبط كده، مش يعني مش السلكات مش هتفضى ان شاء الله. اهو هو رايح عايز يخش السلكة اهوت مع نتايته. وفي طبعا في برضه هنا عندي فوق بالشكل ده، فورا ان شاء الله هشيل البيض اللي هو احضنه تحت الحمام الزاجل اللي هو عندي سايب متربي سايب كده، ده الحمام الزاجل احضن تحته الحصى واسكن مكانه من الشباب اللي هو سايب في المكان ده الحمام اللحم. فان شاء الله هنعمر السلكة تاني ان شاء الله ونبقى نعرضهم للبيع
اللي عايز حاجة نعرضها له إن شاء الله. ده القص الثالث، شوف بسم الله ما شاء الله، حجم ما شاء الله. ده أول شغله يا جماعة، ده القص ده لسه أول شغله. ده هنلبسه الدبل اللي هي رقم 61 و62. طبعا تحت منه حصويتين اهو، اول شغل مخصبين باذن الله. تمام كده حجم ما شاء الله، هتشوف الحمام لما يجي لك باذن الله. بس كل اللي انا عايزه منك اول ما الحمام يجي لك تسيبه كده تفتحلوش في الهواء على طول، و كيس محلول معالجة الجفاف على لتر مية أول يوم، وبعد كده خلاص هتمشي على الجدول اللي أنا عامله لك، أو الحاجات اللي أنا قلت لك هتمشي عليها كل شهر، الفيتامينات وزي ما قلت لك برضو أنا بأكل إيه، هتمشي على نفس الحاجات هوت. هسيب لكم برضو الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف أو في وصف الفيديو، اللي هو الخلطة اللي أنا بأكل منها. طبعا الخلطة اللي أنا بأكل منها أبسط حاجات، لكن أنا بعملها على إيدي، ما بشتريش الكلفة الجاهزة. يعني كرتونة بعد ما حطيت فيها الحمام، ثلاث خصوص، حاول افتح طب نشوفهم، حاول نبص عليهم كده بصة صغيرة بحيث ان هم ما يطروش. دول الثلاث خصوص، ست حمامات اهم بسم الله ما شاء الله. عايز صاحب الحمام بس يدايل ان شاء الله. الشكل ده اقفل عليهم تاني بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله ويرزقك من خيرهم. طيب ان شاء الله قبل ما اشحن الحمام احاول بس انقل البيض ده، البيض اللي هو انا فضيت مكانه اللي انا شلت منه الحمام عشان البيض ده ما يبوظ، انقله تحت حمام تاني. طبعا هنشوف البيض المناسب احط ده البيض ده معاهم. الحمد لله بعد ما حطينا الحمام في الكرتونة جبنا الحمام بدل الحمام اللي احنا فضناه من السلكات دي، عمرنا السلكات اهو بسم الله ما شاء الله. ده الحمام الجديد، ده قسم الحمام الجديد ان شاء الله برضو هنعرضه للبيع، هيبقى اول شغل، ومش الشباب ده باذن الله اخدين بعض، وبرضو الجوز اللي فوق ده برضو اخدين بعض. المتايم كان هتحصي بكرة، كانت هتحصي في الارض كده لان كنت سايبهم مكان لهمش المكان، لكن الحمد لله عمرنا المكان. وان شاء الله برضو في برضو اجواز كتير من اللي هو الشباب ده، بس هم عايزين بس ان انا احط السلكات. طبعا ده المكان اللي انا دهنت الحيطة دي، لسه عايز ابلط الارضية في الجزء ده، ابلطه كده علشان المكان يكون ايه مستوي، اعرف احط فيه السلكات ويكون سهل التنظيف ان شاء الله. الجزء اللي هو تحت السلكات هيبقى هنا، المكان ده ان شاء الله نحط فيه ثلاث سلكات، السلكة اربع عيون هيكون 12 عين باذن الله، كفاية عليها قوي، لان انتوا عارفين شغل الحمام في السلكات بياخد شغل شوية اكتر، يعني لان كل جوز عايز مية وعايز اكل لوحده وعايز علاج. فان شاء الله يكون المكان ده اللي على الحيطة ده السلكات موجودة، طبعا شفتها قبل كده في فيديو ان شاء الله تسيبولكم. طب اماكن الشحن المتاحة اللي انا بشحن لها الحمام، الاماكن المتاحة يا جماعة يعني القاهرة، اسكندرية، المنصورة، في الاسماعيلية، في السويس افتكر، لان احنا بنشحن في ميكروباص الركاب من دمياط، دي الاماكن اللي هي متاح فيها. بورسعيد كمان نسيت، بورسعيد اللي هي اقرب محافظة لنا، دي الاماكن اللي هي المتاحة بالنسبة للشحن من دمياط، دي اللي بنشحن لهم الحمام. لكن غير كده ما بأمنش ان انا اشحن مع النقل، طبعا الميكروباص اللي بيكون محمل ركاب وهو طالع فبقوم حاطط له الكرتونة، مسافة السكة ان شاء الله ما تطولش في الطريق، لكن اللي هو بتاع الشحن ممكن تقعد معاه وقت طويل، فانا بفضل ان اشحن مع عربيات الركاب. طبعا ده بقى شكل الكرتونة بعد ما قفلناها باللزق زي ما حضراتكم شايفين، داير ما يدور علشان برضو يكون في امان، الكرتونة ما تتفكش من السواق او من اللي بيشتري. طبعا نوع لزق كويس علشان برضو ايه يتحمل معنا. عملنا كمان، الجو حر طبعا، فانا ضفت الاربع فتحات اللي من فوق دول زيادة امان، لان انا اول حمام لحم اشتريته جاني ميت. طبعا برضو الفيديو بتاعه هسيبه لك في الوصف، الحمام اللي مات في الشحن، وانا اتحملت تمن الحمام صراحة، مرضتش احمل البائع، كان حصل مشكلة في الاخر انا اتحملت تمن الحمام. فيبقى انا امنت اهم حاجة عندي، الفتحات دي داير ما يدور يا جماعة من جميع الاربع تجناب، الاربع تجناب مفتحين زي كده،
والسقف مفتح زي كده، كفايه قوي. هما 6 حمامات في كل الكرتونه دي، الكرتونه تقريبا 50 في 50، كفايه جدا عليها. طب كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.